اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وممتعه ان شاء الله. اكيد حضراتكم مستغربين منظر الشاشه اللي شايفينها، يعني كده ان فيها جهازين، لكن ده عشان انا حبيت ادعم الشرح بتاعي بالتطبيق العملي. زي ما عنوان الفيديو ما موضح، احنا هنتكلم عن انك لو شخص قاعد في مصر، الجزائر، اي بلد، ومعاك جهاز وفي جهاز تاني في امريكا تقدر تتحكم فيه، او حضرتك تقدري تتحكمي فيه، وده بدون برامج، بأداة بسيطة موجودة في كل أنواع الويندوز. جايز ناس عارفينها أصلا أو ناس ما تعرفهاش، وجايز ناس عارفها لها، بس اللي يعرفها ما يعرفش فوائدها، وإنها تقدر تخليك تتحكم في الفيس بتاع شخص أو أي أكونت، تعمل له أي حاجة أنت هو محتاجها، برنامج مش عارف تسطبه له، أي حاجة بتخلي لك تحكم كلي كأنك قاعد قدام الجهاز بالظبط. عشان ما تقولش عليك، ركزوا معايا في الجهاز اللي على اليمين، أعمل لكم زوم الأول كده، تيجوا عند ستارت هنا وتكتبوا ويندوز ريموت أسيستنت أو ويندوز ريموت على طول، وهي هتطلع أهي. نيجي عليها كده كليك، أول واحدة بيقول لك انفايت سمون يو تراستد تو هيلب، يعني أنت بتقول له واحد اعمل لي انفايت عشان أتحكم في جهازك، أتحكم فيه وأقدر أساعدك. التانية هي help someone who has invited you، يعني انت بتقبل الانفايت، انت بقى اللي بتقبل الانفايت دي عشان تبدأ انك تساعده. فالتانية احنا في الغالب ما بنستخدمهاش، احنا بناخد على طول الانفيتيشن اللي بتتبعت. انت صاحب الجهاز اللي على شمالك، اللي هو على شمال الشاشة ده، فانت وانا صديقك، لو تقبله بصداقتي يعني، صاحب الجهاز اللي على اليمين، فانا قلت لك عندي مشكلة، وقلت لي خلاص خش على الويندوز واكتب اسم الأداة دي واعمل invite someone you trust. فانا هبدأ ادوس على أول واحدة عشان انت اللي تتحكم في جهازي. بعد كده بيقول لي save this invitation as a file او use email. فuse email دي في الغالب بيبقى عايز منك تعمل ايميل على الموضوع ده وكده، فالاسهل ان احنا بنقول save this invitation بس، وبعد كده نبدا نحفظها على الديسكتوب مثلا، وسيب الاسم زي ما هو، وبعد كده ندوس save. هيديني هبدا يديني باسورد، اهو بيقول لك give your helpers invitation file and password، يعني ابعت له الانفيتيشن فايل والباسورد. فاحنا هنستخدم طبعا الفيس او اي اكونت مهما كان، مش فارقه انك تبعته، او دي الانفيتيشن فايل اهي اللي انت هنبدا نبعتها. هنيجي مثلا اهو، الصديق التاني اسمه جيمي، فهبتدي ان انا رايح بعت له الانفيتيشن دي، اروح على الديسكتوب مكان ما حفظتها، واروح جاي معلم عليها وبعتها له. اللي ما يعرفش يبعت من فيس، علامه الفيونكه دي اهي، انشر عليها هي دي بتبعت، واروح جاي اخد الكود او الباسورد كوبي واروح بيسته وبعته له. هتلاقوه على الجهاز اللي على الشمال. صفر، يا ريت ما تستغربوش من الكبر وصغر الشاشه اللي انا بعمله. انا الشاشه اللي بشتغل فيها وراح معرضها، والشاشه اللي مش مشغل فيها بقلل العرض بتاعها عشان تقدروا تشوفوا، ما تعملوش في الرؤيه. زي ما انتم ملاحظين، وصلت عندي الشاشه التانيه. هنبتدي ان ندوس على انفيتيشن وننزلها، اهي تمام نزلت عندي، هفتحها. بيتطلع شاشة طلب مني ان انا اكتب الباسورد، فراح ادخل راجع اخد الباسورد كوبي راح احطه فيها بيست. بصوا شفتوا الشاشتين حصل ايه كده، احنا هنخلي الشاشتين قد بعض ومفيش حاجة تكبر، الاتنين هيفضلوا شغالين مع بعض اهو تمام كده. انا هروح اقبله من الناحية التانية اهو، اقبله كده اهو. اول ما عملته شفت حصل ايه في الشاشة التانية اللي على الشمال، ادي جالك انت كمتحكم انك تبقى شايف كل حاجه بتحصل على جهازه، بس لسه مش هتقدر تتحكم في اي حاجه. انت هو شايف كل حاجه موجوده، بس مش هتتحكم في اي حاجه الا اما تدوس ريكوست كنترول. احنا في الشاشه اللي على الشمال اللي هي المتحكم بتاعتك انت، هتدوس ريكوست كنترول. جه على الشاشه اليمين اهي اللي هو اللي انا عايز المساعده، فاروح جاي قابل، هتطلع لي مسج جديد بيقول لك انت تقبل له، هقول له يس. ودي ممكن تعمل خلاها انت ستوب شير عند مين او توقف تمام، يعني انت شايف كل اللي بيعمله. نيجي على الشمال بقى اهو، انا كده اقدر اتحكم، اشيل اتحكم في الفيس بتاعه لو عايز اعمل له حاجة اهو. بص انا بدوس اهو، ممكن لو عندي حاجة في السيتنج اشوفها له، عايز مساعدة في حاجة معينة اخش على الكنترول بانل، تحكم كامل كأني على الجهاز عنده بالظبط اهو. لو في بروجرام عنده مش عارف ايه، عايز اقدر اشيله، اطلع على الديسكتوب، ممكن مثلا امسح لكم فايل دلوقتي اهو، نمسح ده مثلا. ده مش هينفع تمسح، ان احنا شغالين بقى اصلا، احنا شغالين بالانفيتيشن دي. ديس كانسل، نمسح ايه مثلا، نمسح اكشن دي
هندوس عليها كليك يمين وديليت. يس اهو اتمسحت تمام. فانا كده متحكم كامل، انا بقدر اعمل زوم من هنا اهو. انا بقى شخص انت متحكم فيا، اقدر ادوس على ستوب شير والغي التحكم ده. اهو شوف اول ما دوست على ستوب شير على الشمال التحكم اتلغى خالص، ولو جيت ودوست بوز على اليمين اهو هتلاقيه على الشمال طفى من عنده، الجهاز يروح من عنده مبقاش شايفه، وكده بقى الموضوع طبيعي جدا ومش هيقدر انه يتحكم فيا تاني ولا شايف اللي انا بعمله اصلا. اطفيها وخلاص كده. لو الفيديو عجبكم اتمنى انكم متنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشاركوه مع اصدقائكم عشان يتسهل علينا عملية المساعدة بيننا. انتظروا ان شاء الله في حلقات اخرى قادمة.